دلوقتي بقى ان شاء الله هنتكلم عن الماي سيكوال وايه علاقتها بالبي اتش بي. هنشوف في الاول اصلا هي الماي سيكوال دي عباره عن ايه. بيقول لي ان الماي سيكوال دي الانترودكشن بتاعها يعني بيقول لي عباره عن داتا بيس سيستم يوزد اون ذا ويب، يعني تستخدم وانت بتبني تنشئ الويب سايت بتاعك، عشان هي اللي هتشيل البيانات وهي اللي هتخليك تتحكم في البيانات دي بعد كده، ازاي تعدل فيها وازاي تجيب منها ديتا وازاي تمسح منها حاجه وهكذا. طيب بيقول لك ان الماي سيكوال دي هي داتابيس سيستم ذات رانز اون سيرفر، يعني تشتغل على السيرفر ما تشتغلش على الماشين العاديه، يعني لازم تحول الماشين بتاعتك او اللابتوب بتاعك الى لوكال سيرفر عشان يبدا يشتغل معاك. طبعا في تولز بتعمل لك الكلام ده زي الاكزامبل وامب والكلام ده كله. طيب الماي سيكوال از ايديال فور بوث سمول اند لارج ابلكيشنز، يعني ممكن نستخدمها في السمول واللارج ابلكيشنز اللي هي المشاريع الكبيره والصغيره. ماشي. Very fast يعني سريعة جدا في الكوماند بتاعتها. Reliable يعني موثوق فيها و easy to use سهلة جدا انك تتعامل معها. وهي بتستخدم طبعا الـ standard SQL، عشان كده درسنا الـ SQL بحيث ان لما تيجي تشوف الكوماندز المكتوبة في الماي سيكوال ما تستغربش، ما تشوفش الموضوع صعب. طالما درست الـ SQL خلاص الموضوع بتاع الماي سيكوال بالنسبة لك هيكون أسهل بكتير جدا يعني. طيب ماي سيكوال كومبايلز اون a number of platform، يعني بيشتغل على ويندوز وبيشتغل على اليونكس وبيشتغل على اللينكس وبيشتغل على الماكنتوش واي اي نوع من الانظمه الموجوده في العالم بتشتغل عليه. طيب الماي سيكوال اللي بيميزها ان هي تكون ان هي اصلا فري اوبن سورس وتقدر انت تشتغل عليها بدون ما تدفع اي فلوس. ماشي. وهي ديفلوبد وديستريبيوتد وسبورتد دلوقتي باي مين؟ باي اوراكل كوربوريشن، يعني هي اوراكل كمان اشترت الماي سيكوال، بقت عندها داتابيز مانجمنت سيستم اسمها اوراكل، ودي حاجه قويه جدا، وعندها كمان الماي سيكوال يعني. بس طبعا الفرق شاسع، يعني انت عندك الاوراكل ده هو كلوزد سورس، يعني لازم تدفع فلوس عشان تبدا تشتغل عليه. الماي سيكوال هو اوبن سورس، وطبعا اللي بيفرق ده عن ده يعني. طيب بيقول لي هنا ان انت عندك اربع جداول رئيسيين المفروض يكون عندك فكره عنهم، عشان دولت طول ما انت شغال وكل الكومنتس اللي بعد كده معتمد عليهم. في جدول اسمه امبلويز اللي هو بتاع الموظفين، جدول اسمه برودكتس اللي هي الحاجات البضائع يعني، في جدول اسمه كاستمرز وجدول اسمه الاوردرز اللي احنا شغالين عليهم اصلا من الاول خالص. ازاي بقى نربط البي اتش بي بالماي سيكوال؟ ده اللي هنعرفه في الايه؟ في اللقاء ده. طيب تعالى نشوف الكلام ده. طبعا هتحمله بقى الاكزام او الوامب مع الباشمهندسة شيرين، وازاي هتخلوا الماشين بتاعك تكون لوكال سيرفر، كل الكلام ده هتعرفوه في العملي. ماشي. هناخد اول حاجه خالص ازاي نعمل كونكت. انت عندك طبعا ماي سيكوال هي اتطورت شويه، بدل ما هي كانت اسمها ماي سيكوال بقى اسمها ماي اس كيو ال اي. كلمه اي دي معناها امبروفد، يعني ستاند فور امبروفد ايه؟ امبروفد ماي سيكوال، دي اللي احنا هنشتغل عليها. في نوع تاني اسمه بي دي او، ده برضه نوع من انواع الماي سيكوال اللي انت ممكن تشتغل عليها. طبعا ده ايه؟ ده لو انت هتحول بعد كده من ماي سيكوال الى اوراكل، او من اوراكل الى او من ماي سيكوال الى اي لغه تانيه، فانت المفروض تشتغل بحاجه اسمها بي دي او يعني. بس احنا طبعا هنشتغل بحاجه اسمها الماي سيكوال اي اللي هي الماي سيكوال امبروفد. ماشي. كل ده موضوع انستليشن. ناخد بقى اول جزء عندنا ازاي نكونكت على الداتابيز الموجوده. ده ماي سيكوال ماي سيكوال اي. في طريقتين اتنين عشان تعمل كونكشن او عشان تشتغل بماي سيكوال يعني. في طريقه اسمها اوبجكت اورينتد، وفي طريقه اسمها ستراكشر او بروسيجر. احنا طبعا هنشتغل بطريقه الايه؟ الاوبجكت اورينتد. وانت شباب بتسطب الاكزامب او الويمب هيطلب منك اسم السيرفر. اسم السيرفر هيكون موجود اصلا باي ديفولت اسمه لوكال هوست، ده اسم السيرفر بتاعك اللي هيكون موجود عليه الداتابيس. ماشي. وانت برضه بتسطب هيبقى مطلوب منك يوزر نيم وباسورد الايه؟ للموضوع بتاع السيرفر بتاعك، اليوزر نيم وباسورد للسيرفر بتاعك اللي اسمه لوكال هوست. تمام. طيب انا عاوز دلوقتي اكونكت على السيرفر بتاعي ده، بحيث بعد كده بقى اقدر اكاري الداتابيز، اكاري التيبل، اعمل انزرت تيبل، اعمل الحاجات اللي احنا خدناها قبل كده دي كلها. فهنحط المسميات ديت زي ما هي كده. سيرفر نيم هيبقى دايما هيبقى اسمه لوكال هوست، ويوزر نيم هحط اليوزر نيم اللي انا عملته وانا بعمل اصلا انستليشن، حطيت يوزر نيم معين والباسورد اللي انا حطيته. وبعد كده هستخدم الكوماند ده كده او السطر ده كده عشان اعمل كونكت على الداتابيز بتاعتي. ماشي. او الداتابيز السيرفر بتاعي. هقول له هنا فاريبل اسمه كونكت بيساوي نيو ماي اس كيو اي، لان قلت لك هنشتغل على الماي سيكوال امبروفد.
ابعت لها الثلاثه بارامترز دول او الثلاثه ايه فاريبلز اللي احنا عملناهم فوق، اللي هو اسم السيرفر بتاعي واليوزر نيم بتاعي واليو اي والباسورد، عشان اقدر ادخل على السيرفر بحيث بعد كده لو عندي داتا بيز اعمل عليها اكسس، او لو انا هكري الداتا بيز بعد كده اعمل لها كرييشن وابدا اشتغل بقى ايه وكري التيبل عليها والكلام ده كله. ماشي؟ طيب انا دلوقتي عملت سطر اسمه كوند يساوي نيو ماي اس كي ال اي واديت له السيرفر نيم واديت اليوزر نيم والباسورد، عاوز اشوف هل فعلا الكونكشن بتاعي تم بشكل سليم ولا لا. هتشيك عليه ازاي؟ ودي طريقه بقى الاوبجكت اورينتد، يعني دي بقول له هنا اف اسم الفاريبل بتاعي ارو كونكت ايه ايرور، يعني في عندي هنا اتريبيوت اسمه كونكت ايرور ده بيرجع يا اما ترو يا فولس. لو رجع بترو معناه ان انت عندك ايه، ان انت عندك كونكشن ايرور. ماشي؟ هيظهر لك كده بالبرنت كده هيقول لك نوع الايرور بتاعك ايه، يعني انت ايه اللي انت وصلت له او اللي هو عمل لك مشكله هنا كده. طيب لو مفيش ايرور خلاص، يعني ده مفيش حاجه تحقق هنا، وانت وهينزل ايه يعمل لك ران للكونكتد سكسسفولي. فده الجزء ازاي تعمل كونكت على داتابيز بالسطر ده كده. دي كده انت عملت كونكت على السيرفر بتاعك وبتتشيك على الكونكشن هل هي سليمه ولا فيها مشكله. طبعا لو الشرط ده اتحقق معناه ان في مشكله، لو ما اتحققش خلاص يبقى هو مفيش اي حاجه ويبدا ينزل يكمل ايه يكمل الكلام المكتوب تحت. طيب تعال نشوف ازاي لو انت عملت كونكت خلاص ازاي نكري الداتابيز. الماي سيكول اوبجكت اورينتد انت برضه هتحط الايه السيرفر نيم برضه في الاول اللي هو لوكال هوست واليوزر نيم والباسورد، وتيجي تعمل كونكشن برضه نفس الكلام اهو، وتتشيك على الكونكشن بتاعتك سليمه ولا فيها مشكله. طيب مفيش مشكله خلاص هننزل تحت بقى نكريت الايه نكريت الجزء بتاع الايه داتابيز بتاعنا. طيب ازاي بيكري داتابيز؟ هنرجع بقى ايه لنفس الكلام بتاع السيكوال تاني اهو، ازاي تكري داتابيز؟ هقول له هنا اعمل متغير اسمه اس كيو مثلا او اي اسم يساوي السيكوال ستمنت اللي انت اتعلمته من شويه، ده اسمه كرييت داتابيز ماي دي بي، كده هكري داتابيز اسمها ماي دي بي على السيرفر اللي انا عملته فوق. طيب وبعد كده عشان انفذ الايه عاوز انفذ السطر ده كده، دي بقى الجزء الجديد بتاع البي اتش بي، بقى تعامل البي اتش بي مع الماي سيكوال هتتعامل هنا في الجزء ده. فهنا الجزء بتاع السيكوال ستيتمنت هتلاقيه موجود ما بين دبل كوتيشن. ماشي؟ وبعد كده عاوز انفذ السطر ده، هنفذه ازاي؟ هقول له هنا اف ان الكونكشن وبعد كده ارو الكويري، الكويري دي عباره عن داله بتاخد الستيتمنت اللي انت عاوز تنفذها. ماشي؟ بتنفذ الكلام ده، لو تنفذ الكلام ده على السيرفر بتاعك بيرجع ترو، فكده هعمل ايكو على طول للداتا بيز كريتد سكسسفولي. يعني الكويري دي اول ما الكونكشن بيشوف كلمه كويري بياخد السيكوال ستمنت وايه وينفذها على طول. طيب هي السيكوال ستمنت بتقول ايه اصلا؟ بتقول لي اعمل لي كريت لداتا بيز اسمها ماي دي بي، يبقى كده هنكري الداتا بيز اسمها ماي دي بي. تمام؟ طيب لو عمل لها كرييشن هترجع ترو. طيب لو رجعت ترو خلاص اقول له هنا ايكو داتا بيز كريتد سكسسفولي، يبقى كده الداتا بيز بتاعتي حصل لها ايه كرييشن. الداتا بيز دي اللي هي قاعده البيانات نفسها اللي هتشيل بعد كده جداول، انت بعد كده هتكريت فيها ايه الجداول بتاعتك. طب لو else بقى، else ده معناها ان الكلام ده ما اتحققش، يعني الكويري دي ما اتحققتش، فيها مشكله، فيها مثلا كاتب كلمه داتا بيز غلط، كاتب كريت غلط، الداتا بيز اصلا مش معمول لها كونكشن بشكل سليم، فهيطلع لك ايكو ايرور كرييتنج داتا بيز ويجيب لك نوع الايرور ايه عباره عن ايه بالظبط. ده نوع الايرور، يعني هتقول له الكونكشن ارو ايرور، الايرور ده هي شايله نوع الايرور نوعه ايه بالظبط. خلاص؟ طيب وتعود دايما لما تيجي تفتح داتا بيز وتشتغل عليها لازم تقفلها كده. احنا بنقفل الداتا بيز اهوت عن طريق استخدام داله اسمها الايه اسمها الكلوز. ماشي؟ طيب يبقى كده احنا فتحنا السيرفر بتاعنا ودخلنا عليه عملنا كونكشن، بعد كده عاوزين نكريت عليه داتا بيز اسمها ماي دي بي، هنكريت الداتا بيز بنفس وفي نفس الوقت هنحطها في شرط كده عشان لو اتحققت او الشرط اتحقق. ماشي؟ ده معناه ان الداتا بيز بتاعتي حصل لها كرييشن، لو ما اتحققش هيرجع لي رساله ايرور كده. بعد ما تخلص الكلام ده تقفل الايه؟ اقفل الداتابيز بتاعتك او اقفل الكونكشن بتاعتك عشان ما ينفعش يكون في تو كونكشن في نفس الوقت. طيب احنا خلاص اتفقنا ان احنا نشتغل على ماي سيكوال اوبجكت اورينتد، مش هنشتغل على طريقه الايه؟ البروسيجر، لان طريقه البروسيجر طريقه قديمه شويه. هتشتغل على طريقه الاوبجكت اورينتد. ايه اللي بيميز الاوبجكت اورينتد؟ انك ممكن تستخدم الدوال الموجوده جوه الاوبجكت بتاعتك، يعني ده اوبجكت اسمه كونكشن، انا ممكن استخدم اتريبيوتس اللي جواه، ممكن استخدم الفانكشنز اللي جواه. ماشي؟ عشان كده احنا بنشتغل بالاوبجكت اورينتد. طيب تعالى نعمل كرييت تيبل على الداتابيز دي. طبعا عشان تعمل كرييت تيبل لازم تكونكت اصلا على الداتابيز الاول. طيب هنزود بقى حاجه ايه زياده فوق كده. البي اتش بي اهوت قلت لك السيرفر نيم بتاعك اسمه لوكال نيم،
لوكال هوست. اليوزر نيم بتاعك اللي هو اليوزر نيم انت عارفه انت وانت بتعمل انستول عملته، الباسورد بتاعك اللي هو برضو انت تعمل انستول عملته، والداتابيز بتاعك اللي هي اسمها ماي دي بي لسه مكريتها من شويه. هعمل الكونكشن على الداتابيز على طول اوتوماتيك اهو، بدل ما اعمل كونكشن على السيرفر وبعد كده اعمل كونكشن على داتابيز، لا انا اعمل كونكشن على السيرفر والداتابيز مع بعض. فبدل ما هبعت له الثلاثه بارامترز هبعت له اربعه بارامتر. البارامتر الاولاني اللي هو السيرفر نيم اللي هو اسم اللوكال هوست بتاعك واليوزر نيم بتاعك والباسورد والايه والداتابيز اللي انت عملت لها كريش اللي هي اسمها ماي دي بي. وهنتشيك برضو على الكونكشن نفس الكلام ماشي. وبعد ما تتشيك على الكونكشن تعالى بقى ايه كريت تيبل بقى. قلت لك اهو بص ادي من اول كريت تيبل ماي جيست والكلام ده كله، ده اللي انت اتعلمته من شويه اللي هو بتاع السيكوال ستيتمنتس. قلت لك هتحط الكلام ده كله ما بين دبل كوتيشن بالشكل ده وتحطها في ايه في متغير زي ما احنا شايفين كده بالظبط. طيب يبقى ده السيكوال فاريبل اللي هيشيل كريت تيبل اسمه ماي جيست، هيبقى فيه اي دي وانتجر اخره 6 ديجيتس اخره 6 كاركتر 6 ارقام يعني unsigned يعني ما ينفعش يكون فيه ارقام سالب، يكون اوتو انكريمنت يعني يزود اوتوماتيك لوحده، وده هو اللي بيكون البرايمري كي بتاعه. والفيرست نيم يكون عباره عن فاركار في 30 كاركتر اقصى حاجه نوت نال، اللاست نيم فيه فاركار 30 كاركتر برضه نوت نال، والايميل والريك ديت ده عباره عن ديت، الديت ده بنعمله بنوع اسمه تايم ستامب ده نوع الديت يعني، والديفولت بتاعك اللي هو الكرنت تايم ستامب اللي هو الكرنت ديت يعني الموجود على الجهاز بتاعك يعني ماشي. طيب وان ابديت كرنت تايم ستامب يعني اعمل لي ابديت دايما بالديت بتاعي اللي موجود على الجهاز بتاعي، ما يخش اول ديت وخلاص. طيب بعد كده بننفذ الكويري، عايزين ننفذ الكويري هنستخدم نفس الداله اللي اسمها كويري ونبعت لها السيكوال ستيتمنت اللي احنا عملناها. دي السيكوال ستيتمنت اللي احنا عملناها، هنبعت السيكوال ستيتمنت ديت للكويري ونقول له لو الكلام ده بترو يبقى كده خلاص التيبل ماي جيست كريت سكسسفول، لو ما تحصلوش كريشن هيقول لك الايرور كريتنج اي تيبل، وبعد كده تقفل برضه الكونكشن بتاعك. يبقى كده يا شباب الحاجه الزياده بس اللي انت هتتعلمها زياده اللي هو ازاي بس تعمل الجزء ده، ازاي تكونكت على الداتابيس بتاعتك او السيرفر، وازاي تنفذ الستيتمنت بتاعك. الستيتمنت اللي انت اتعلمتها اصلا هتحطها ما بين دبل كوتيشن بالشكل ده ماشي. بعد ما تحطها ما بين دبل كوتيشن وتنهيها باستخدام سيمي كولون هتنفذها باستخدام الكويري اللي هي الفانكشن اللي موجوده جوه الكونكشن. ده بقى موضوع الماي سيكوال يعني خلاص، ده موضوع ازاي تكري التيبل. طيب ازاي تنزرت ايه داتا جوه التيبل ده، هتنزرت التيبل البيانات ازاي؟ برضه هتعمل كونكشن على اللوكال هوست مع يوزر نيم وباسورد وايه ونفس الداتابيز، وتشيك على الكونكشن بتاعتك هل فيها مشكله ولا لا. طيب هنكتب الاستيتمنت بتاعتنا اهي جوه برضه ايه فاريبل هو انزرت انتو ماي جيست، اقول لك حط لي في الفيرست نيم واللاست نيم والايميل حط لي الفالوز دي هي جون ودو وجون ات اكزامبل دوت كوم ماشي. وبرضه هستخدم نفس الفانكشن اللي اسمها كويري اهو، اقول له اف ان الكونكشن كويري وخد السيكوال ستيتمنت دي نفذها لي ورجع لي ايه ترو. لو رجعت ترو معناه ان النيو ريكورد بتاعك ايه حصل له كريتد سكسسفولي، يعني حصل كريشن للريكورد الجديد وتنفذ عندك في الداتا في الداتا بيز او في التيبل بتاعك اللي انت شغال عليه اسمه هايجست تمام. طيب لو ايلس خلاص رجع لي اسم الايرور ماشي، وقول لي ان الايرور ده نوعه ايه بالظبط، يعني يكون ايه نوعه ايه، واقفل لي الكونكشن بتاعتي. طيب تعالى دلوقتي نجيب حاجه اسمها الجيت لاست اي دي. يعني ايه لاست اي دي اصلا؟ يعني يا شباب لو انا قمت وانا بعمل في نفس الوقت بعمل انزيرت لريكورد جديد عاوز اعرف الاي دي بتاعه رقم كام، يعني عاوز اعرف رقمه كام دلوقتي في الجدول، ده رقم الرو بتاعه كام، يعني الرو ده رقم 10 ولا 20 ولا 30 ولا ايه بالظبط. هعملها ازاي دي؟ بعد ما اعمل انزيرت اهوت ستيتمنت هقول له هنا اف ان الكونكشن كويري نفذ لي الكويري ديت بتاع السيكوال ستيتمنت دي ماشي. ولو اتنفذت خلاص هات لي بقى حاجه اسمها لاست اي دي، هتجيبها لي من الكونكشن برضو اللي هو الاوبجكت بتاع الكونكشن ارو انزيرت اي دي، ده عباره عن اتريبيوت بيرجع لك المكان بتاع الرو ده، الرو ده رقمه كام دلوقتي او الاي دي بتاعه كام دلوقتي ماشي. يعني مثلا لو انت حطيت 19 ريكورد في التيبل وجيت تحط رقم 20 اللي هو رقم 20 فالمفروض هيرجع لك الانزيرت اي دي، في اللاست اي دي هيكون رقم 20 هو اللي موجود، فهنا هيطبع ايه؟ هيطبع لك رقم 20 ماشي؟
طيب وبعد كده لو الكلام ده ما اتنفذش يطلع لي ايه؟ يطلع لي ايرور ويقفل لي الداتا بيز زي ما انت شايف كده. طيب لو احنا عاوزين نعمل انزيرت مالتيبل، يعني عاوزين نعمل مالتيبل ريكورد كده ونخزنها مره واحده، برضو عملنا كونكشن باستخدام اللوكال هوست واليوزر نيم والباسورد والقاعده البيانات، وهنعمل كونكت ايرور كده نشوف هل في كونكشن ايرور ولا لا. اهوت لو ما فيش كونكشن ايرور خلاص هننزل بقى ايه، عاوزين نعمل مالتيبل انزرت، يعني عاوزين نعمل انزرت كذا مره في نفس الوقت. هناخد السيكوال ستيتمنت دي، هناخد السيكوال ستيتمنت الاولى اللي هي انزرت انتو ماي جيست كذا وكذا وكذا لحد ما تنهي الكلام ده بسيمي كولون. ماشي، هتنهي الكلام ده بسيمي كولون، وهيبقى في سيمي كولون برضه في الاخر عشان يفصل ما بين الاولانيه والثانيه والثالثه وهكذا. طيب هناخد نفس الفاريبل بس هنعمل دوت، الدوت دي معناها كونكات، يعني هتضيف على القديم هتضيف لي عليها الجديد ده، ده الجديد انت هتضيفه على ايه. ماشي، يبقى ده كونكاتينيشن انزيرت الاولى على الثانيه. طيب عاوز اعمل كونكات برضو من انزيرت جديده، يبقى ده اللي هو الناتج النهائي اللي هينضاف ايه على الكلام ده. يبقى السيكوال دي او الفاريبل ده هيبقى شايل ثلاثه ايه، ثلاثه انزيرت مختلفين عن بعض. لو انت عاوز تنفذ الثلاثه دول مع بعض هنستخدم داله اسمها مالتي كويري، مش الداله بقى مش هتبقى اسمها كويري، لا هتبقى اسمها مالتي ايه، مالتي كويري، ونبعت لها السيكوال ستيتمنت ونقول لك الكلام ده لو طلع بترو كده الكلام ده اتنفذ بالفعل. خلاص، يبقى يا شباب دلوقتي الفرق ما بين دي وما بين انك تعمل انزرت بس، لو انت جيت تبص على الانزرت بس لوحدها كده هتلاقي الانزرت فيها ايه، فيها انزرت انت واحده بس اهو لحد هنا كده، وتنهي الكلام ده باستخدام السيمي كول. لكن لو انت عاوز تحط كذا حاجه مع بعض هتعمل الاولى زي ما انت عارف، ماشي، بس هننهي الكلام ده في سيمي كولون نهايه الكوماند نفسه او نهايه الستمنت نفسها، وفي سيمي كولون بره عشان تفصل ما بين الاولى والثانيه والثالثه. بعد كده حطيت دوت عشان يزود ده، هيزود ده او يعملوا كونكاتينيت على ده هيلزقهم في بعض، وده هيلزق ايه، والثالث ده هيلزق ده في ده في ده كمان، يعني الثلاثه دول هيتلزقوا في بعض كده، واللي هيفصل ما بينهم كلهم اللي هي السيمي كولون دي، السيمي كولون تفصل ما بين الاولى والثانيه والثالثه. خلاص، طيب وتنفذ الكلام ده باستخدام المالتي كويري، داله جديده اسمها مالتي كويري مش ايه، مش كويري بس. طيب بعد كده هنستخدم البريبيرت. البريبيرت دي يا شباب بنستخدمها امتى؟ لما تكون انت مش عارف القيم اللي انت هتعملها انزرت دلوقتي، يعني انت عاوز تعمل انزرت في الجدول بس لسه ما تعرفش القيم او الفاليوز اللي انت هتضيفها دلوقتي، هتضيفها بعدين يعني. طيب تعال نشوف الكلام ده بيتعمل ازاي. انا استخدمت داله اسمها بريبير، قلت له انزرت انتو ماي جيست، قلت لك هتضيف في الفيرست نيم واللاست نيم والايميل الفاليوز اللي لسه ما اعرفهاش اللي هي علامه استفهام الاولى والثانيه والثالثه. خلاص، بس لازم يكون الانواع اللي انت هتضيفها هنا ديت لازم تكون انواعها اس واس واس، يعني سترينج سترينج سترينج، يعني ده لازم يكون نوع سترينج، وده لازم يكون نوع سترينج، وده لازم يكون نوع سترينج. خلاص، طيب فين الفاريبلز اللي المفروض هنشيل العامه استفهام دي ونحطها مكانها؟ هنحط الفيرست نيم مكان ده، يعني لما يكون عندك قيم في الفيرست نيم حطها لي في المكان ده، لما يكون عندك قيم في اللاست نيم حطها لي في المكان ده، لما يكون عندك قيم في الايميل حطها لي في المكان ده. خلاص، يبقى هنا بنستخدم سطرين اتنين جداد، سطر اسمه كونكشن بريبير كده بنحضر الكوماند نفسها هي انزرت انتو ماي جيست، ادينا له الفيرست نيم واللاست نيم والايميل، وقلت لك الفاليوز هم ثلاثه فاليوز انا لسه ايه لسه هحطهم لك. طيب هتحطهم لي ازاي بقى؟ عندك الاس تي ام تي، حط لي في البايند بارامترز، يعني البارامترز بتاعتك هتكون نوعها سترنجات اللي هم الثلاثه دولت نوعهم سترنج اس واس واس، انا ممكن اشيل واحده من دي اس دي احط مثلا اف، فاف دي هيكون نوعها فلوت. طب ممكن اشيل اس الثاني ده احط مكانها اي اللي هي انت، ماشي، بس هنا انا حاطط ثلاثه نوعهم ايه، نوعهم سترنج زي ما احنا شايفين كده. طيب تعالى بقى ايه ننفذ الكلام ده، عاوزين نحط القيم في الفاريبلز دي كده ونخزنها باستخدام ماي سيكول. اقول له هنا الفيرست نيم بيساوي جون مثلا، واللاست نيم بيساوي دو، والايميل بيساوي كذا. لو انا عاوز انفذ الثلاثه دول مره واحده، عاوز اخزنهم في مره من المرات، هقول له الستيتمنت بتاعتي اللي هو اسم الكونكشن اهو، ماشي، اللي هو واخد القيمه اصلا بتاع الكونكشن بريبير، هقول له ستيتمنت اكسكيوت يعني نفذ. ايه اللي هيحصل في موضوع نفذ ده بقى؟ موضوع نفذ هياخد الجون دي ويحطها مكان مين؟ مكان الاستفهام الاولى دي. ياخد الدو ويحطها مكان مين؟ مكان الاستفهام الثانيه، وياخد الجون ات اكزامبل دوت كوم يحطها مكان الاستفهام الثالث، ويخزن الكلام ده في الداتابيس. طيب تعالى جرب واحده كمان مختلفه.
اهو ماري ومو، وماري ات اكزامبل كذا، وبرضه انت عملت اكسكيوت بكده هينفذ الايه، هينفذ ده ويروح يحطهم مكان علامات الاستفهام وينفذ الكلام ده في الداتابيز. نفس الكلام في الفيرست نيم ولاست نيم والايميل الاخيره برضه يحصل ايه نفس الكلام. يبقى كده الريكوزيت كلها اتخزنت عندك في الداتابيز بطريقه مختلفه شويه، حاجه اسمها البريبيرد. فالبريبيرد دي معناها ايه يا شباب؟ معناها انك بتحضر الكوماند الاول، ولما يكون عندك داتا متوفره بتستخدم ده اللي اسمها اكسكيوت وخلاص. ماشي كده؟ طيب سيلكت داتا، ازاي سيلكت داتا من جدول باستخدام ماي سيكوال؟ بعد ما عملت الكونكشن وظبطت الدنيا كلها فوق، هاجي هنا كده اقول له سيلكت اي دي وفيرست نيم ولاست نيم فروم ماي جيست. ده السيكوال ستيتمنت اللي انت اتعلمت عليه قبل كده، عاوز اطبقه عندي. هستخدم الكويري، اقول له انا كونكشن كويري، ادي ايه طبق لي السيكوال ستيتمنت بتاعتي. طيب تعال نشوف بقى الايه الاوتبوت اللي ظهر. لو انت عملت كده يا شباب سيلكت اي دي فيرست نيم لاست نيم فروم ماي جيست، طبعا هيرجع لك اكتر من رو. يعني عاوزين رو، الرو الاولاني والثاني والثالث والرابع. عاوزين نعرض الكلام ده بقى، هنعرضه ازاي؟ هقول له هنا اف ان الريزلت بتاعتك النمبر اوف روز اللي رجعت اكبر من زيرو. يعني لو عدد الروز اللي رجعت اكبر من الزيرو، تعال نشوف الاوتبوت كده شكله عامل ازاي. لو عدد الروز بتاعتك اللي رجعت اكتر من الزيرو، عاوز اخد رو باي رو كده واجيب البيانات بتاعته واعرضها انا بشكل زي ما احنا شايفين كده. طيب هنعرضها ازاي بقى؟ هقول له هنا اف ان الريزلت بتاعتك النمبر اوف رو اكبر من زيرو، ماشي؟ هدخل جوه ايه؟ هدخل جوه اول رو موجود عندي، ماشي؟ واجيب منه البيانات الموجوده فيه. هستخدم هوايل لوب عشان لو انا عندي اكتر من رو. فالهوايل دي هقول له الرو بيساوي الريزلت ارو فيتش اسوشيت. فيتش اسوشيت دي بتجيب لك كل مره رو من الروز الموجوده عندي. فالرو الاولاني هيتخزن فين؟ الرو الاولاني هيتخزن في الرو ده، ماشي؟ الرو الثاني برضه هيتخزن في الرو ده وهكذا. طيب انا عاوز اجيب بقى الاي دي لوحده والفيرست نيم لوحده واللاست نيم لوحده. يعني انا عارف ان انا عامل سيلكت للاي دي والفيرست نيم واللاست نيم، عاوز اعمل لهم برنت بقى بشكل ايه؟ بشكل انا اللي عامله يعني. هاجي هنا كده اقول له ايكو واقول له بريك عشان خد سطر جديد، واعرض لي كلمه اي دي اللي هي المعروضه دي، وهات لي بقى ايه الرو اوف الاي دي، يعني هات لي القيمه بتاعت الاي دي اعرضها لي هي قيمه واحد، وهات لي القيمه بتاعت الرو اوف الفيرست نيم اللي هي اللي هو اسمه ايه؟ اللي هو اسمه جون، وهات لي القيمه بتاعت اللاست نيم اللي هي اسمها ايه اللي اسمها دو. ده اول صف موجود عندي. الصف الثاني برضه هيروح للرو بيساوي الريزلت فيتش اسوشيت، هيقوم جايب الصف الثاني اللي موجود عندك في الاوت، ويقوم جايب منها الرو اوف الاي دي وعرضه، والرو اوف الفيرست نيم والرو اوف اللاست نيم. ده لو انت عاوز بقى ايه، لو انت عاوز تشتغل على الاوتبوت اللي خرج من السيلكت ستيتمنت اللي انت عملتها. لان السيلكت ستيتمنت انت متعود ان هي بترجع لك اكتر من قيمه، ماشي؟ فلما رجعتك اكتر من قيمه او اكتر من رو، لو انت عاوز تشتغل على كل رو لوحده فانت ممكن تعمله بالهوايل لوب دي. والاف دي معموله عشان اتشيك هل فعلا انا عندي اكتر من رو ولا لا ظاهر عندي، عشان اتاكد فعلا هل في بيانات رجعت ولا لا. لو اكبر من زيرو ده معناه ان في بيانات طلعت، يعني لو بيساوي زيرو معناه ان مفيش ولا ريكورد طلع او مفيش ولا رو خرج من السيلكت ستيتمنت الموجود عندي. ماشي كده يا جماعه؟ عشان كده لو عملت اف وتنفذ خلاص، لو انت نفذتي هيقول لك الايكو زيرو ريزلت، يعني مفيش ولا ريزلت موجود عندي. طيب تعال نشوف ازاي بنستخدم هوير باستخدام ماي سيكوال. برضه عملت كونكشن على داتابيز اللي اسمها ماي دي بي، خلاص هعمل هنا سيكوال ستيتمنت اهيت، اقول له سيلكت اي دي وفيرست نيم ولاست نيم فروم ماي جيست، وير ان اللاست نيم بتاعه بيساوي ايه بيساوي دو، خلاص. وبعد كده انفذ الكويري دي، وبعد كده برضه اعمل اف عشان ممكن يكون في اكتر من ايه، ممكن يكون في اكتر من رو رجع. ولو رجع اكتر من رو فهعمل هنا اف ان الريزلت بتاعتي النمبر اوف رو لو اكتر من الزيرو، اعمل لي هواي لوب امشي لي على كل الروز دي كده ويعرض لي كل واحد لوحده. خلاص بقى فهمنا ازاي بنعرض كل واحد لوحده باستخدام الرو وفي الاي دي والرو في الفيرست نيم والرو في اللاست نيم. تعال نشوف كده رجع كام واحد. هو واحد بس، الاي دي رقم واحد، النيم بتاعه اسمه جون ايه جون دو، هو شخص واحد بس. ماشي كده يا جماعه؟ طيب تعال نشوف ازاي بيستخدم اوردر باي اللي هو طريقه الترتيب. هنا بقول له بقى ايه ما سيلكت اي دي وفيرست نيم ولاست نيم فروم ماي جيست، اوردر باي يعني رتب لي الاوتبوت اللي ظاهر ده باستخدام الايه لاست نيم الموجود عندي، يعني رتب لي ترتيب ابجدي باستخدام اللاست نيم.
فلما نيجي نشوف الاوت اللي هيظهر هتلاقي ان الاوت اللي ظهر عندك مترتب باستخدام الايه اللاست نيم. اللاست نيم ده اللي هو الدو دي هي الاول بعد كده الدي بعد كده الام ترتيب ابجد يعني. طبعا لو ما استخدمتش بقى الاوردر باي دي لو استخدمتهاش هيرجع لك الترتيب الطبيعي اللي هو بتاعها يعني. بس تقريبا هنا ما بنمسحش ايه مفيش تعديل هنا يعني. طيب فده طبعا كله كلام بيعتمد على السيكوال ستيتمنت اصلا اللي انت اتعلمته قبل كده، وده الجزء البسيط بتاع ماي سيكوال مع البي اتش بي اللي احنا بنشتغل عليه ده. وطبعا الجزء اللي فوق يعني جزء الكونكشن مع الجزء بتاع معالجه البيانات نفسه هو ده ماي سيكوال مع البي اتش بي. لكن اللي موجود هنا ده السيكوال ستيتمنت اللي انت اتعلمته اصلا من شويه. خلاص طيب ديليت داتا لو انت عاوز تمسح بيانات استخدام ماي سيكوال انا عملت كونكشن ممكن اجي على السيكوال ستيتمنت اقول له ديليت فروم ماي جيست امسح لي من التيبل اسمه ماي جيست ده وير الاي دي بيساوي 3. يعني امسح لي البيانات لما يكون الاي دي بيساوي 3 امسحها. تمام هتنفذ الكويري ده هيقول لك ان البيانات الريكورد بتاعك ديليت سكسسفولي، لو ما تنفذش هيقول لك ان في ايرور في مسح الايه الريكورد الموجود عندك. وبعد كده اقفل ايه اقفل برده الكونكشن. خلاص يا جماعه. طيب بالنسبه للابديت هو نفس الكلام برده القديم اهو، السيكوال ستيتمنت بتاعتي بيساوي ابديت ماي جيست سيت لاست نيم بيساوي دو، يعني عدل له قيمه لاست نيم دي خليها بتساوي دو لما تكون الاي دي بتاعك يساوي 2. وبرده تنفذ الكلام ده باستخدام الكويري مفيش اي مشكله. طيب لو انت عاوز تعمل ليميت للاوت اللي ظهر عندك فانت ممكن تعمل ايه؟ اقول له هنا ممكن اقول له في السيكوال ستيتمنت اقول له سيلكت اول فروم اوردرز ليميت 30. ليميت 30 يعني هات لي اول 30 اوت عندك ماشي. وبعد كده بقى استخدم انت بقى الايه الهوايل عشان تشوف كل ريكورد لوحده وشكله عامل ازاي. طيب لو انا عملتها حاجه بالشكل ده كده سيلكت اول فروم اوردر ليميت 10 اوفست 15 كده انت بتقول له ابدا لي من اول الاوفست رقم 15، يعني ابدا لي من اول ريكورد رقم 16 وهات لي 10 منهم ماشي. لان طبعا هو بيبدا الاوفست ده بيبدا من زيرو، فانت لما تقول له اوفست 15 كده هيبدا لك من اول القيمه او ريكورد رقم 16 ويبدا يعيد لك 10 منهم بس. طيب انا ممكن اعملها كده او ممكن اعملها كده، دي طريقه مختلفه لدي. ممكن اشيل كلمه اوفست خالص واقلب ايه ال 15 مكان ال 10 بس اعمل كومه في النص. ده الاوتبوت بتاع ده هو بيساوي الاوتبوت بتاع ده. خلاص كده يا جماعه ده اللي هو الشرح بتاع الماي سيكوال تعامل مع البي اتش بي. شايف الموضوع بسيط ما فيهوش اي مشكله. لحد هنا كده انتهينا من الشرح النظري بتاع الويب ديفلوبمنت عموما. المفروض بقى حضراتكم اللي عنده اي استفسار دلوقتي يتفضل.